بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس الجديد كيف يتم الحجامة. الحجامة ببساطة هي وضع كأس فارغ على منطقة الظهر، حيث المنطقة هي أقل حركة في الجسد، مما يؤدي إلى تجمع كريات الدم الهرمة، وبعد ذلك يتم تفريغ هذا الكأس من الهواء، فينجذب الجلد بسبب حدوث انخفاض في ضغط الجلد، ويحدث نشاط في هذه المنطقة مما يجذب إليها الدم ويحدث احتقان موضعي للدم. ثم يتم بعد ذلك نزع الكأس وإحداث جروح صغيرة جدا في مكان تجمع الدم، مما يؤدي إلى خروج الدم الفاسد من هذه الجروح الصغيرة، وبالتالي إعادة نشاط الدم وتخليصه من الرواسب والفضلات، وهذا يؤدي إلى تنشيط حركة الدم في الأوعية الدموية، والله أعلم.